الشاهد معنا. رسالة ماجستير جديدة عن المن القطني على التفاح. تحضين البطاطا عملية بسيطة لها فوائد كثيرة. البق الدقيقي على الحمضيات، المكافحة من دون مبيدات. غسيل الخضار، الوقاية أفضل من العلاج. أفكار بسيطة لزيادة رونق الحدائق والبساتين وشرفات المنازل. حصل المهندس الزراعي وائل متني على درجة ماجستير في العلوم الزراعية والعامل في مديرية وقاية المزروعات في وزارة الزراعة من خلال تقديمه أطروحة عن حشرة من التفاح القطني، وقد ساهمت مديرية البحوث العلمية الزراعية في تقديم التسهيلات لهذا العمل البحثي، وخلصت الدراسة إلى نتائج هامة للحد من نشاط حشرة من التفاح القطني والسيطرة عليها باستخدام الزيوت الشتوية المقواة بالمبيدات الحشرية في فصل الشتاء، ثم دهن سوق الأشجار التفاح بالكلس المقوى بمبيد حشري أيضا، وبالتالي القضاء على الحشرات التي توجد في النقر ومكان التفرع على ساق الأشجار. وبذلك نكون قد حافظنا على الأعداء الحيوية التي لها دور كبير في السيطرة على هذه الحشرة. وقد ساهمت هذه الدراسة في إضافة معلومات جديدة للسيطرة على حشرة من أهم حشرات التفاح، وعدم استخدام المبيدات الكيميائية للحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة والأعداء الحيوية المتواجدة فيها. حشرة عتة الزيتون من الحشرات الاقتصادية الهامة التي تحتل المرتبة الثانية بعد ذباب ثمار الزيتون في سوريا، لا بل في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولها ثلاث أجيال: الجيل الزهري والجيل السمري والجيل الورقي. ويعتبر أخطر هذه الأجيال الجيل الزهري، كما أنه أسهل بالمكافحة. ويتضمن برنامج المكافحة المتكاملة لعتة الزيتون أن يلحظ الفلاح العوامل المناخية المحيطة به وخاصة درجات الحرارة، حيث أنه في درجات حرارة تتجاوز 33-35 درجة مئوية فإنها تؤدي إلى موت وجفاف البيض. أيضا أن يستخدم المصائد الجنسية أو الفرمونية بمعدل 2-3 مصيدة بالهكتار، حيث أن هذه المصائد تعمل على جذب الذكور، وبالتالي تكون النتيجة النهائية الحصول على بيض غير مخصب. أضف إلى ذلك أن هذه المصائد تساعد في التنبؤ والرصد ومعرفة الخصوبة وقوة الأجيال. ثالثا، على الفلاح أن يعلم أنه عندما يلجأ إلى القيام بالرش العشوائي للمبيدات الكيماوية دون أن ينظر إلى طور الفينولوجي للزهرة، فإن هذا العمل غير مفيد، لأن حشرة عتة الزيتون لا تقوم بوضع البيض إلا إذا كانت الأزهار منتفخة، وهذه قبيل التفتح. لذلك عندما يقوم بالرش العشوائي فإنه يقضي على الأعداء الحيوية التي تتطفل على عتة الزيتون. رابعا، استخدام الأعداء الحيوية، وهذا مجال بحثنا اليوم، وخاصة طفيل أتريكوغراما أولي على بيوض عتة الزيتون، والتي تقيم فعاليته من قبل مديرية مكتب الزيتون منذ العام الماضي، له أهمية كبرى، حيث أن هذا الطفيل يتطفل على بيض عتة الزيتون ويتغذى على محتوياتها، وبالتالي تكون النتيجة النهائية عدم فقس بيضة العائل. إذا عندما نريد أن نستخدم المبيدات، علينا أن نستخدم أولا المبيدات الحيوية الباسيلوس سيروجينسيس، وذلك مع الجيل الزهري قبيل التفتح، فإن هذه المادة ليس لها تأثير على الأعداء الحيوية. وإذا ما كانت هنالك إصابة بالعتة والبسلة بآن واحد، في هذه الحالة فقط
علينا أن نلجأ إلى استخدام مادة الدمتوات، ولكن على فلاح هنا أن يعلم أنه عندما يقوم بعمليات الخدمة الزراعية وعلى رأسها عملية التقليم في أواخر شهر شباط وبداية آذار، فإنه يقضي على 60% من الإصابة بحشرة عتة الزيتون، نظراً لأن هذه الحشرة تقضي فترة البيات الشتوي على شكل يرقة ضمئ في أوراق الزيتون. بالنسبة لعملية التحضين، تعتبر من إحدى العمليات الزراعية الهامة بالنسبة لمحصول البطاطا، وهي عبارة عن ترديم جزء من التراب من بطن الخط الزراعة إلى ظهر هذا الخط، وهي عادة ما تجرى بعد عمليات العزيق، وهي تجرى خلال موسم النمو مرتين، المرة الأولى بعد الإنبات وحتى يصل المجموع الخضري من 15 إلى 20 سنتيمتر، أي بعد 35 إلى 40 يوم من الزراعة، والمرة الثانية تجري بعد أسبوعين من المرة الأولى، وتجرى بطريقتين، الطريقة الأولى وهي طريقة التحضين الآلي وتجرى بواسطة آلات زراعية خاصة لهذا الغرض، والطريقة الثانية هي التحضين اليدوي ويجرى باستخدام أداة زراعية تدعى بالمسحاية أو بأداة أخرى تدعى الطورية لترديم التربة حول النبات. فوائد التحضين كثيرة، نذكر من أهمها هي وضع النباتات في وسط خط الزراعة، ثانيا تعزيل مجرى المياه بين الخطوط من التربة المتبقي من عمليات العزيق، ثالثا تأمين مهد وحيز واسع وجيد بالنسبة للدرنات المتشكلة حديثا، رابعا حفظ هذه الدرنات ووقايتها من لفحة الشمس ومن الاخضرار، خامسا وقاية هذه الدرنات أيضا من الإصابة بفراش الدرنات البطاطا. هناك ملاحظة يجب مراعاتها أثناء عملية التحضين، النقطة الأولى هي البدء بعملية التحضين في الفترة الأولى من نمو النبات وقبل أن يصل المجموع الخضري إلى حجم كبير ويغطي الخط، لأن عملية التحضين بعد هذه الفترة يصبح صعبا جدا وشاق ويمكن أن يؤدي لإضرار النباتات. والنقطة الثانية هي يحذر ردم الأوراق بالتربة أثناء عملية التحضين، لأن هذه الأوراق تعتبر هي المخزن الأساسي والمصنع الأساسي بالنسبة للمواد الغذائية للنبات ولتشكيل الدرنات. تتم حماية الدرنات بواسطة التحضين من الإصابة بفراشة درنات البطاطا، وذلك بإبعادها عن مجال إصابة هذه الفراشة حتى لا تضع بيوض الفراشة بيوضها على هذه الدرنة، وبتغطيتها بكمية كافية من التراب نمنع عنها الإصابة وتصبح بعيدة عن متناول هذه الحشرة. يعتبر البقدة من الحشرات القشرية الطحينية، وهذه الحشرة تفضل الأماكن المظللة من الشجر والأماكن ذات الرطوبة العالية، حيث تتجمع على شكل مستعمرات وتؤدي إلى تسبب أضرار كبيرة، منها امتصاص نسر النبات وإفراز التوكسينات السامة التي تؤدي إلى يباس الجزء المصاب، وأيضا يؤدي إلى تدني قيمة الثمار. انتشرت الحشرة في مواقع متعددة من منطقة زراعة الحمضيات في طرطوس واللاذقية. أقمنا في مكتب الحمضيات مركز لتربية عدو حيوي متخصص مفترس، هو الكريبتوراموس مونتروزيري، هي عبارة عن حشرة من حشرات أبي العيد يتبع رتبة أبي العيد، وأقمنا مخبر مكيف غرفة مكيفة بظروف حرارية ورطوبة مناسبة لتربية هذا المخبر، وقمنا بتربية المفترس بأعداد كبيرة ويعاد إطلاقه في بداية كل ربيع من العام، وعلى بؤر الإصابة لتخفيض أعداد الآفي، ونتيجة هذه العملية وصلت الآفي إلى دون العتب الاقتصادي وأصبحت آفي غير ضارة. وننصح الأخوة المزارعين في حال ظهرت الآفي على شجرة أو شجرتين في المزرعة أن يبادروا إلى مكتب الحمضيات أو الوحدات الإرشادية لكي يأخذوا هذا المفترس الفعال والذي يغنيهم عن عملية المكافحة بشكل نهائي، لأن عملية المكافحة تضر بالبيئة وبالتوازن البيئي وتسبب تسممات على النحل وعلى الحيوانات الأهلية. بالتالي لابد أن نتعاون جميعا للحفاظ على الثروة التي نمتلكها من الأعداء الحيوية المحلية وتنميتها حتى نصل إلى مستوى لا يكون هناك أي حاجة لعملية المكافحة أو استعمال المبيدات الكيميائية على الحمضيات أو غيرها من المكافحات. إن الخضار والفاكهة التي تؤكل طازجة تكون في العادة غنية بالفيتامينات والمعادن
والسكريات، كما أنها تكون غالبا ملوثة بالميكروبات المرضية وبيوض الديدان وكذلك بقايا المبيدات الفطرية والحشرية. لذلك يجب العناية التامة بغسيل هذه المواد جيدا بالماء والصابون مع تليفها أو نقعها بمحلول مضاف له مادة مطهرة مثل البرمنجنات الموجودة بكثرة في الصيدليات، على أن تغسل بعدها مباشرة بالماء لإزالة آثار هذه المادة المطهرة. بعد إجراء عملية الغسيل هذه يفضل وضع هذه الخضار في البراد لحين استهلاكها. في كل جنينة أرضية أو في كل جنينة بستان أو في كل مزرعة حتى نجي لفترات الراحة أو فترات ما بعد العناء والتعب نقعد جنب شلال مي جنب بركة مي، لأنه صوت المي كتير بيعطينا أنس بيعطينا راحة نفسية. نحن حتى نخرج عن المألوف، الأفكار اللي عم نحطها بالنسبة للشلالات هي عبارة عن أفكار بيتونية، مو عبارة عن مثلا أعمال رخامية وأعمال حجر ومكلفة جدا. هذا يعني حركات المي عم تكون عبارة عن حديد وشبك وطين، عم نحاول نقلد الطبيعة وعم نعطي مساقط مي تعطينا أنس وتعطينا رياحة نفسية. المسقط المي عم نحسن نتشكل شكله حسب المساحة الموجودة، عم نعطي بحرة كمان تناسب للأفكار اللي بدنا إياها، ممكن نعمل فيها حركات كمان نوافير، إضافة لوجود نباتات مائية تعطينا الزهور وبتعطينا العمق بالنسبة لحركة المي. ما ننسى كمان على اكتاف الشلال لازم يكون في نباتات تعطي تعاطف مع الصخر او مع الصخر المشكل. بالنسبه للون الشلال له علاقه بلون المكان او لون الطبيعه المجاوره للمكان، بيكون جبلي بيكون احيانا في طحالب حسب بقى المكان المتنفس فيه الشلال. معنا في الحلقة القادمة عفة الزيتون أضرارها الوقاية والمكافحة، سلالة محسنة لتجنب عيوب البصل البلدي، تقليم الحمضيات لماذا متى وكيف. يصر كثير من المزارعين على حرق بقايا المحصول، هل يعرف الفاعلون أضرار هذه العملية؟ كيف نخفف أضرار موجات الحر على جوزات القطن؟